يعود النجاح متاعه إلى الشعبية اللي اكتسبها. الشعبية هذه كانت نتيجة أخلاقيات ونتيجة مثل ومبادئ. هو ما كانش يفكر في الرئاسة، فكر في المجتمع وفي الطبقات الفقيرة والطبقات الكادحة، وسخر كل جهوده لإعانة هذه الشرائح التي تحتاج إلى المساعدات. وأعتقد أنا حتى من وجهة نظري الشخصية أنه لم يكن يفكر في الترشح، بل كان يفكر في فعل الخير وفي مساعدة المحتاجين. ولما حصل الفراغ بوفاة المرحوم سلباجي الله يرحمه، صاحب حنكة كبيرة في السياسة، حس بالفراغ هذايا السياسي، لأن الشخصيات المحنكة ما بقتش يعني ما تقريبا في المستوى متاع سلباجي. لذلك رأى أنه باش يدخلوا شباب جدد، فشاف من نفسه أنه معناها يقدم نفسه، لأنه متشبع بالمبادئ هذه، ورأى أنه ينجم معناتها ينجح البلاد بهالمبادئ هذه اللي احنا محتاجين لها. نفس الشيء بالنسبة لسي قيس أيضا. سي قيس أستاذ جامعي معناها متعقل برشا، في قمة الأخلاق، معناها عنده مثل عليا، وشخصيا تقابلت معاه ويعرفني ونعرفه. فسي قيس هذا زاد معناها نفس الشيء، كان معناها يحب الوطن، هو ما زال يحب الوطن، معناها من الأول يحب الوطن وما زال يحب الوطن. والهدف متاعه ماهوش أنه يعتلي الكرسي، ماهوش انه معناها يعني يجري وراء الراتب، يعني هو استاذ جامعي، ولكن يجري اكثر الاغلبيه في القوانين، يحب معناتها يضبط القوانين في اماكنها، لانه ثم ناس قاعدين يزحزحوا فيها، وقاعدين معناها بطريقه او باخرى يلتويوا على بعض قوانين وبطرق جهنميه، حتى الشعب ثم اللي طرق حتى ما يحسش بها، فهمت ولا؟ مثل معناتها الصفقات المشبوه بها وكذا وغيرها. لذلك سي قيس دخل من باب القانون، من باب القانون الدستوري اللي احنا متعطشين ليه، واللي احنا ما عدناش اختصاصي كيفه هو مثله هو، لانه هو الوقت الحاضر لا مثيل له، لا مثيل له ولا مرجع لنا في القانون الدستوري سوى الاستاذ قيس سعيد. والله انا نحب نقول راهو نجاح أي مترشح ما هوش هو بإنفاق وإسراف مفرط في المال، ما هوش بإقامة التظاهرات الكبيرة والضخمة. طيب مثلا قيس، الأستاذ قيس سعيد ما عملش صور الوجه، ما عمل شيء حتى يجتمع بعدد قليل ربما من الطلبة وكذا، فكان يجتمع معناها في معناها يعني استديو أو كذا، معناها يعني منزل صغير جدا. فالهدف متاعه ما هوش البذخ، راه ما هوش البذخ هو اللي يوصل، هو اللي يوصل إلى حكم البلاد. صحيح النهضة عندها مبادئ وعندها معناها أفكار طيبة، ولكن ثم الشعب، ثم الشعب هو اللي معناها يختار على حسب ميولاته وعلى حسب أفكاره. معناها الشعب هذايا مختلف الشرائح، مختلف الاتجاهات في الفكر السياسي ولا التثقيف ولا معناها، وثم مشارب، ثم اتجاهات معناها فنية وثقافية. الشباب متاعنا واعي جدا، راهو حتى المقرش مليح يتفطر، تبديش حتى حركة صغيرة معناها لا شعورية أو شعورية أو متعمدة، فالشباب يتفطن لها ويبني لها، وهذا اللي صار، هذا اللي صار.
وتكتشفوا وحدكم البقية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.